معنا بخصوص السجالات الإيرانية الأمريكية المتخصص بالشأن الإيراني والأحوازية سيد حسن راضي. مرحبا بك سيد حسن. إذا كيف تقرأ التهديدات المتصاعدة كلاميا بين الولايات المتحدة وإيران؟ نعم طبعا هذا ليس بجديد، انه يعني هناك التهديد بين الولايات المتحده الامريكيه من جهه ومن طهران من جهه اخرى، حيث هذه التهديدات اصبحت منذ يعني صار لها 4 عقود من الزمن. وفيما يخص يعني الاتفاق النووي وانسحاب والتهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي من قبل الولايات المتحده الامريكيه او تعديل اضافه بنود عليه، طبعا ايران واجهت هذا الامر بانه بالتهديد بالانسحاب من الاتفاق النووي وتخصيب اليورانيوم. هذه الورقه ايران الوحيده التي تمتلكها حتى تضغط على يعني اوروبا ان تقف الى جانب ايران ولا تقبل الاستراتيجيات التي تريدها الولايات المتحده الامريكيه. هذه استراتيجيات الرد التي تحدث عنها روحاني يعني؟ طبعا ايران ليس لديها يعني اوراق فيما يخص يعني الاتفاق النووي، انه انا اعتقد يعني حتى اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه انسحبت من الاتفاق النووي او ضغطت بشكل جدي على التعديل، ليس امام ايران الا الاذعان والقبول ما تمليه عليه الولايات المتحده الامريكيه واوروبا، لان اذا ايران انسحبت من الاتفاق النووي ستخسر جميع حلفائها، ستخسر الموقف الاوروبي، ستخسر الموقف الصيني والروسي، وبالتالي تفتح كل الابواب امامها من العقوبات جماعيه، من اعاده القرارات الجمعيه يعني مجلس الامن فيما يخص العقوبات على طهران، وبالتالي تاتي عقوبات جديده ولا ليس لا ليس طيب سيد حسن. يعني عبر قراءتك للوضع الايراني، هل تتوقع ان تنسحب واشنطن من الاتفاق النووي الايراني؟ يعني واشنطن تسعى إلى تعديل الاتفاق النووي وإضافة بنود عليه حتى أولا حتى يكون يعني المراقبة على الاتفاق النووي على المنشآت النووية بالتحديد أكثر من 10 سنوات بشكل لفترة بعيدة المدى، وأيضا وضع مفتشين يعني بشكل مفاجئ وصارم على العديد من المنشآت وحتى العسكرية. إذا وافقت إيران على هذا الشروط ستبقى الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي ستضمن مصالحها من هذا الأمر، وإذا رفضت إيران هذه التعديلات أنا أعتقد الولايات المتحدة الأمريكية ستنسحب من الاتفاق النووي، لأنه لا يلبي طموحاتها مصالحها. ووصفه يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه أسوأ اتفاق وقعته الولايات المتحده الامريكيه. وانا اعتقد الامور والولايات المتحده الامريكيه تعرف ايران جيدا وتعرف الاوضاع الداخليه الايرانيه متازمه، وايران تتجه نحو التفكك، لذلك تضغط في هذا الاتجاه. وهذا ما ذكرته ايران ليس لديها اوراق. نعم. هذا ما ذكرته واشنطن بوست عندما قالت ان ايران مقبله على فوضى بتصادمها مع امريكا. هل يحتمل الوضع الداخلي في ايران صراعا اخر وهو المثقل بالتدخل في العراق وسوريا واليمن وملفات اخرى؟ يعني رغم كل التهديدات التي نسمعها على لسان المسؤولين الايرانيين وخاصه الحرس الثوري الايراني، فان ايران بالتاكيد سوف لا تتجه نحو التصادم مع الولايات المتحده الامريكيه، لان تعرف نتائج وخيمه تترتب عليها من جهة، وأيضا هي مثقلة بمشاكل عديدة وأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية، صراع على السلطة في داخل إيران، والوضع الاقتصادي لا يسمح بفتح أزمة جديدة خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن التهديدات يعني الإيرانية تبغى تصريحات الضغط وإرسال رسائل، ولكن أنا أعتقد إيران بالتالي في نهاية المطاف ستنسحب وستسلم للمطالب الأمريكية، خاصة إذا الولايات المتحدة الأمريكية أدى في موقفها وصارمة في ضغوطاتها تجاه طهران. شكرا جزيلا لك سيد حسن راضي المتخصص بالشأن الإيراني والأحوازي.